السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حورية شانيل. نتمنى وانتم كتشوفوا هذا الفيديو تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم سمنات على شكل وريضات وسمنات مريبين بحشوة رائعة وعادية، يعني متوفرة في كل بيت تقدروا نديروها، بلا ما ننساو من طبيعة الحال كويس ديال اتاي اللي كيرافق المسمنات ديالنا. نتمنى انهم يعجبوكم وتجربوهم. ما تنساوش ديروا لي لايك، ديروا لي اشتراك، ديروا لي كومونتير زوين كيف العاده. ودابا ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. غادي نديرو جوج سلايف ديال الدقيق الناعم، غادي نضيفو عليهم نص زلافة ديال الفينو أو السميدة الرقيقة، كيف ما كتشوفو أنا كنعبر بهاد الزلافة هادي، نتوما تقدرو تعبرو بأي زلافة عندكم. المهم غير الدقيق الناعم خاصو يكون كتر من دقيق الفينو. دابا غنضيف نص زلافة، تقدرو تدوبلو المقادير إلا بغيتو. غادي نضيف عليهم معلقه كبيره ديال الزبده وشويه ديال الملحه، غادي نحرك كل خليط. غادي نبداو كنعجنوا العجينه بالماء الدافئ اللي كيكون غير دافئ غير شويه، ما يكونش سخون باش ما تقطعش لينا العجينه كيف كنقولوا. الا كان صفر راه كتعجنوا غير بالماء ديال الروبيني. بسم الله، غنضيفو غير بشويه بشويه حيت خاص العجينه تكون قاسحه، ما خاصهاش تكون جاريه. كنقولوا ديما المسمن ما خاصش تكون العجينه ديالو جاريه. سبق لينا وعجنا هاد العجينه في مسمنات ديال البليغان اللي كنت دوزت معاكم. دابا غادي نديرو شكل اخر، غادي نضيف ليهم معلقه صغيره ديال الخل، مكتروش بزاف غير معلقه صغيره، ونكملو العجن. كيتخلطو لينا العناصر كاملين وتجانس لينا العجينة ديالنا. بعد ما جمعت العجين كامل كيفما كتشوفو كتجي على هاد القوام، هذا كتكونش جارية كتكون فاسحة. دابا غندلكها هي في هاد الإناء، غادي ندلكها مزيان. من بعد ما دلكتها غنخليها ترتاح، غادي نحطها من فيلم أليمونتير. هنا غطيناها، غادي نخليوها ترتاح واحد نص ساعة أو أكثر، وغادي نرجعو من بعد. غادي نحتاجو الحشوة ديال المسمن، غنحتاجو ليها الفلافل بتلاتة، فلفلة خضرا وصفرا وحمرا، بصلة مشلضة، علبة ديال الثوم، شويه ديال القزبر، عندي هنايا الفلفل الحار، شويه ديال الكمون، شويه ديال سكنجبير، شويه ديال الملحه، عندي هنا المنسمات اعشاب منسمه كما كتشوفوا، عندي هنايا الصوجة صوص الصوجة والفرماج مبشور. وغادي نحتاج شويه ديال الخرقوم البلدي. ودابا غادي ندوزو نطيبو العناصر كاملين في واحد المقلاة ونطلقو من بعد. كما كتشوفو العجينة ديالي هاهي ترخفات. دابا غادي ندوزو باش نكوروها، غادي نشكلوها على شكل كويرات. انا هنا عندي الزبدة والزيت، غنشكلوها على شكل كويرات صغار هكا، اولا الا بغيتو نتوما اكبر من هكا تقدروا ديروهم اكبر من هكا.
بعد ما كورتهم كاملين كيف ما كتشوفوا غادي نغطيهم وغادي نخليهم يترخفوا واحد 30 دقيقه. حتى هنا ما دايره لا ما مستعمله لا خميره لا والو كما كتعرفوا الا درتو الخميره غادي طيبوهم ديك الساعه، ولكن من الاحسن ما ديروش لهم الخميره هكا كيكون عندكم الوقت باش تخليهم يرتاحوا وكلشي. حتى الا كنتو ما مساليينش تقدروا ديروهم وتخليهم تتساليو وتصاوبوهم، ولا تقدروا تخليهم حتى لغدا وتصاوبوهم حيت ما كيخسروا ما والو، ديروهم غير في الثلاجه. ودابا نخليهم يترخفوا ونرجعوا من بعد ان شاء الله. غادي ندير شويه ديال الزيت النباتيه، غادي نضيف عليها الفلفل الاحمر ونضيف الفلافل بزاف والبصله باش نهضمها من قبل والقزبر والمعدنوس مع جوج ورقات ديال ورق سيدنا موسى. غادي نخلطو الكل جيدا، غادي نضيفو عليهم شويه ديال الملحه شويه ديال الخرقوم وشويه ديال الفلفل الاحمر الحار اللي ما كيبغيش الحرارة يقدر يستغنى عليه، شويه ديال الزنجبيل وشويه ديال الكمون. غادي نخليوهم على عافيه مهيله ما يتحركوش، نحركوهم مره مره ونستمروا في التحريك حتى كيطيبو لينا العناصر كاملين. نخليوهم كيطيبو مزيان، ودابا غادي نضيف شويه ديال صوص الصوجا، غنضيف الطون اللي عندي وشويه ديال الاعشاب المنسمه وغادي نخلطهم كاملين. دابا غنطفي عليهم العافيه ونحركهم مزيان، دابا غنخليهم جانبا حتى يبردو باش نعمرو بهم المسمنات. من بعد ما ترخفو لنا الخبيزات ديالنا غادي نبداو كنطلقو فيهم. انا هنا درت ورق المطبخ وورق الطف، غادي نطلق فوق منو العجين، غادي نسرحها مزيان كنحاول نشكلها على شكل مستطيل بشكل طولي، مغاديش نديرها مدورة، غادي نطلقها مزيان. نحاول ما نضغطش على الوسط اللي غادي ندير فيه الحشوة، الحشوة اللي وجدنا من قبل وبردات. غادي ناخد هادي ديال البيتزا او السكين وغادي نضرب العجين من هنا نقطعها بهاد الطريقة هادي باش كيجينا مرق كما كتشوفوا معايا كيجي بحال هكا. ودابا غادي ناخد شوية ديال العجين غادي نوضعو بهاد الطريقة هادي،
نتمنى انكم تكونوا تشوفوا مزيان. ما كتشوفوا كنبداو كنلويو العجين بهذه الطريقه، نديرو ليها بحال هكا، كنجيو هنا كنديرو بحال هكا، كنجيبو هادي هكا، كتشوفو كتجي على هاد الطريقة. غادي نجيب وحدة أخرى غادي نبسطوها بنفس الطريقة بشكل طويل، نحاولو نضغطو على الجوانب أكثر من الوسط حيت الوسط غتكون فيه الحشوة. نبسطنا العجين كامل غادي نقطعوها من هنايا كتشوفوا، غادي نجيبو شويه ديال الحشوه. انا في الاولى راني نسيت الفرماج ما درتوش معها، هنا غادي ندير الفرماج، ودابا غادي نثني العجين بحال هكا راها ما جاتش في الوسط معليش، ها كتشوفوا كتجي بحال هكا. نستمر بهذه الطريقه، نقدروا نديروا طريقه اخرى اللي كتجي حتى هي زوينه، نبسطوها بنفس الطريقة على الشكل الطولي، انا استعملت ورق المطبخ باش ما نخسرش ليا سطح العمل حيت غادي نقطع. تقدروا تشكلوهم كيف ما بغيتو الشكل اللي بغيتو، انا كنحاول نبسطها مزيان. غادي نجيب الحشوه اللي غادي نديرها هنايا بشكل طويل، نحاول نوزعها بشكل طويل، نضيف عليها الفرماج، ونبدا كنلويها. نبدا كنلوي وانا كنجبد بحال هكا، تقدرو تجبدوها بشويه بشويه ماشي مشكل، ما غاديش تقطع، وكنشدوها وكنبقاو كنجيبو هذا هنا بحال هكا، كنبداو كندخلوها من هنا وحنا كنجبدو، يعني ما تخافوهاش كتقطع حيت العجين كيف شفتوها ما كتقطعش معايا. وتاخذوا الطرف الاخر حتى هو غادي تدخلوه، ما كتجي بحال شكل ديال الوريضه كما كتشوفوا، كتجي على هذا الشكل هذا. غادي نستمر بحال هاد الطريقة حتى نكمل العجين. غادي نوريكم الطريقة ديال اللوية ديال هاد الوريضة مرة أخرى، أنا غنعاود معاكم هادي. غادي ندير الحشوة بشكل طولي بحال كيف ما كتشوفوا، غادي نضيف فرماج
وغادي نبدا كنلوي. نبدا كنلويها بحال هكا. هذا علاش كنقول لكم ديما الماء ما يكونش سخون بزاف، الاحسن يكون هي تهرسوا ليه ديك السخونيه ديالو، ما يكونش سخون باش العجين ما كيتقطعش كيف ما كتشوفوا. كنجبدوا كلشي ما كيتقطعش، يعني جبدوها شويه باش طوال، وكديروا لها بحال هكا. كتجيبوا هذا كتدخلوه من هنا كيف ما كتشوفوا، وكتجي عاودوا تدخلوه ثاني، وانتم كتجبدوا باش العجين كيتجبد وكيقدكم على الدوره كامله كيف ما كتشوفوا. ملي كتساليو كتعاودوا تجيو الجهه الاخرى وتجبدوها وتكملوا، تحصلوا على شكل وردة بحال هكا. انا هنا كيف ما كتشوفوا ساليت السمنات ديالي. دابا غادي ندوز باش ندير لهم، غادي ندهنهم باصفر البيض باش ندخلهم للفرن على درجه متوسطه. غادي نشعل عليهم لتحت حتى يشدوا راسهم، ونبدا كندير